يعني بالنسبه لنا احنا والله لهذه التوسعه والله اللي هي عندها ايجابيات وعندها سلبيات. من سلبياتها علينا لنا نذكرهم ونذكرهم الايجابيات على البائع المتجول الموريتاني المواطن الموريتاني اللي تعرض لهذه المساله. هو المواطن الموريتاني عايش في الشارع ماشي حصل لقمة عيشه، الدولة ما يعطيته أي شيء سوى وشنو، ماشي حصل لقمة عيشه على التروتوار مثلا، وجات جهة المواشط الحضرية وقالت لنا نحن ماشي أنا يعني قاعد رسميا أعرفه كان جهة المواشط الحضرية، والله 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 قرار من العمدة والله أي جهة رسمية ذكية أي ساعة. المهم على كل حال بالنسبة لنا احنا مضرين من هذه الحالة، هذه الحالة طبعا سلبية لنا. من سلبياتها بأنهم هما اختاروا هذا التروتوار لأن لا يطلع عليه رقاش. بالنسبة لنا احنا عندنا تروتوار وما وقفه فوق وقتها كانت الناس قد تتنظم عليه، تخلينا جهة المواشط الحضرية تتنظم المواطن الموريتاني البائع المتجول يتنظم فوق ذا التروتوار لأن التروتوار ما وقف عليه سيارة. يا غير خاطي التروتوار تقد منهم على قادم الأيام تخلص الدولة ذاك اللي يتعدل فيه. والله مالي لا تصيع الصوع رسمية ودم مالي نحن مالي ودو عارفين جينا تحذير ذوك والله إنذار ذوك رسمي لأن هون حملة نظافة والله هون حملة توسعة عامة لجميع الأسواق. كون لا واجهة مرصد كابيتال المتولية بي ام دي يم 500 متر ما يلاحق توقع تعرض للنوع من الحالات، بالنسبة لنا احنا مضرين منه والله اللي مضرين منه لأن احنا عايشين هنا تياها ومقيمين فترات الزمن دائما تمونين مدة شهر مدة شهرين. احنا هانيين تمونين يجينا شيء ما هو رسمي مسألة تجينا ما نعرف لها أي ما نعرف لها أي شيء سوى وشنو، لا أي أسباب ولا أي شيء سوى وشنو، تمتوني تجينا مدة وتصوع المواطن الموريتاني يصبح له كامل مندثر وذا كامل في ياسر مشي. ونحن قطعنا من الدين من الحالة أن الدولة والنظام الموريتاني يا الله لعاد هون في صوع رسمي يعطينا بديل. والله خلاص الرواية ماذا هي هذه بعد المسألة قطعنا نحن مضرين منها. نحن وكنا في لقاء هذه ولا عندنا بلايس وجينا للعمدة وقالوا لي يعطينا بلايس وعطاهم لنا وعاد عندنا النقابه وجينا وخلصوا لي شهر 3000 وقيه وكامل منين جاونا البلد قالنا ان شاء الله والنقابه عن منين يجونا البلديه ما تو يصوعونا ولا تو يسمونا ولا يلقونا. سمعت خلي انت عنا انا ما تو يسمونا ولا يلقونا تمين جاونا جيناهم قالوا لنا كاتيا يعني نحن ويا جانا واحد قال له البان حازين الباسنا وزرقوا وحاز صاعنا نحن عندنا لا هنا تياها. سمعت وعندنا لا مولي انا هنا تياها نجبر منه 5 و10 قايلين عن الدولة وقايلين عن الطلبة وقايلين عن السرقة. سمعت وقايلين عن المشي المبجيات منين طينا روسنا عندنا نحن روسنا قايلين عنهم خلونا عنهم خلونا قعدوا هنا تجبر 5 و10 سمعت والله سمعته عقب ذاك الدولة احنا ما لنا جايينها وندورهم اليوم حقنا يخلونا في البلد نجبر منه 5 و10 في الشمس خلونا احنا نموت والله نحيا يعني احنا هم ما لنا جايينهم نعود ليش هنا تيا ويتم يشون الليل والنهار ما نعطوهم 5 و10 ما يخلونا نقعدوا احنا ذاك مانا معدلين. ما اوضح لك انا ما اوضح لك راينا يامس قام فينا فوضى هون كبير وجا العمده وقال عنا نقعدوا نرجع للورا. اسمع اذا ما هو صالح نحن هم مانا جايينهم ولا ندور عندهم شيء اركي خلونا نعيش نحن روسنا. لا قدو